قالت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة قامت بإحداث تطوير شامل لخدمة شقق التمليك الحديثة والتي يتم تنفيذها في عدد من المدن الإسكانية في المملكة، وذلك من حيث مساحة الشقق ونماذج تصميمها ومرافق وخدمات العمارة السكنية، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتطوير السكن العمودي بالمشاريع الإسكانية. نعم، أشارت سعادة الوزيرة خلال زيارة تفقدية إلى مشروع العمارات السكنية بمدينة سلمان أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ 1384 شقة تمليك بمدينة سلمان، وأن نسب الإنجاز بهذا المشروع تصل إلى 55%، مشيرة إلى شروع الوزارة في تخصيص جزء من هذا المشروع خلال التوزيعات الإسكانية الأخيرة، حيث أفادت بأنه قد تم تطوير النموذج الداخلي لتصميم الشقق السكنية بناء على دراسات تم من خلالها مراعاة متطلبات المواطنين وملاحظاتهم، كما تم تصميم عدد من الشقق السكنية بالمشروع للأسر التي لديها حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ظروف الإعاقة، مشيرة إلى أن كل عمارة سكنية سيتوفر بها إلى جانب الحديقة المعلقة مناطق مخصصة لممارسة رياضة المشي وتوفير منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، كما تم تجهيز العمارات بالكامل من حيث الشقق والمناطق المشتركة بمكيفات الهواء، علاوة على توفير العزل الحراري الكامل للعمارات واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، مع وجود عدة مداخل للعمارة السكنية سواء الشقق أو مواقف السيارات التي تقع في أسفل العمارات والتي تم تزويدها بأماكن للشحن الكهربائي للسيارات ضمن رؤية مستقبلية لتوفير هذا النوع من السيارات لدى القاطنين، مع توفير مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا وقد أعلنت الوزيرة الرميحي عن إتاحة المجال أمام المواطنين لزيارة الشقة السكنية أو النموذجية بمدينة سلمان على أن تكون آلية الزيارة من خلال حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.